كده احنا ريكوردد. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب؟ برحب بيكم كده في اللقاء جديد من لقاءات السيكريت كود سيريز. ان شاء الله السنه دي 2021 الاونلاين كورس. ايه اللي احنا هنعمله؟ السنه اللي فاتت احنا كان في عندنا كورس طويل شوية، خدنا في خلال على مدار 23 فيديو حوالي 25 ساعة شرح، شرحنا معظم التوبكس المهمة في الكارديولوجي. كل الفيديوز بتاع التوبكس دي هنلاقيها موجودة على القناة على اليوتيوب في البلاي ليست اللي باسم كارديولوجي ريفيجن فور اندر جرادويتس، نقدر نسمع معظم الفيديوهات منها. طيب ايه اللي هيبقى ادد في الكورس بتاع السنه دي؟ في بعض التوبكس ما اتشرحتش السنه اللي فاتت زي الكونجينيتال هارت ديزيز، زي الديسريزمياز، الايورتيك دايسكشن، كارديوميوباسيز، الفارماكولوجي، السيستميك ديزيزز سبيشالي الكارديو رينال سندروم اند دايابيتس. التوبكس ديت السته توبكس دول هنشرحهم ان ديتيل ان شاء الله بالسورس بتاعنا اللي هو الكتاب الكارديولوجي سيكريت كودز فور اندر جرادويتس. والنهارده ان شاء الله هنبدا بالكونجينيتال هارت ديزيز. بعد ما ربنا يكرم ونخلص السته توبكس دولت هنمسك الكيسز اللي زي ما حضراتكم عارفين في الكتاب في بدايه كل شابتر كيس بكويستشنز وعليها انسرز موجوده في اخر الكتاب. هنمسك الكيسز كده كيس باي كيس، هندسكاس الكيسز المختلفه وهنستغلها فرصه ان احنا سي مثلا كيس الهارت فيلير هنسمرايز شابتر الهارت فيلير في بوينتس، يعني لو انا مزنوق او ليله الامتحان ايه النقط اللي ابص عليها في الشابتر ده. ده في الجزء بتاع الكيسز. وفي النهايه زي ما قلت لحضراتكم ان في بعض توبكس ابديتد في 2021، هنبقى نعمل بعض السامريز البسيطه للابديتس دي. مي بتقول الصوره مش واضحه، الصوره واضحه عند حضراتكم ولا عند مي بس؟ واضحه يا دكتور. لا واضحه. طيب حاول الديسكونكت وكونكت تاني يا مي. اوكي Let's start. طيب لو حضراتكم معاكم الكتاب نقدر نتابع او تباشروا معايا الشابتر من الكتاب، لان انا هشير السكرين. اوكي تمام. طيب شابتر الادلت كونجنتال هارت ديزيز، في اختلاف ما بين الكونجنتال، يعني انتوا هتلاقيكم في البيدياتريكس بتاخدوا شابتر اسمه كونجنتال هارت ديزيز، لكن احنا الشابتر بتاعنا هو الادلت كونجنتال، ادلت كونجنتال هارت ديزيز. فهتلاقوا بعض او البوينتس اللي احنا بنسترس عليها بناكد عليها مختلفه شويه عن البوينتس بتاعه الاطفال. مش عارف كلنا اخدنا بيدياتريكس ولا كله اخد بيدياتريك يا شباب؟ ماشي اوكي اخدنا. طيب يعني غالب الدفعه واضح انهم اخدوا بيدياتريك. اوكي فاطمه لسه ويوسف لسه. تمام اوكي. طيب خلينا كده هنفهم الدنيا ان شاء الله ستيب باي ستيب. خلي بالكم ان الشابتر الكونجنتال هارت او الادلت كونجنتال بالنسبه للاندر جرادويتس هو شابتر مش مهم قوي، اقصى ما يمكن ان هو يجي انه يجي حاجات صغنطوطه منه في الامتحان او يجي ك ام سي كيو اور شورت انسر كويستشنز يعني ساك، لدرجه ان احنا يعني السنين اللي فاتت ما كناش بنشرح الشابتر ده. لو حد من الشباب يقول لأحمد صفحة كام؟ أعتقد صفحة 144. أيوة 144. أوكي طيب What is the definition of congenital heart disease؟ قال لك إن congenital heart disease ده عبارة عن abnormality في the structure of the heart that are present at birth. يبقى دايما كده يا اولاد لما يجي لنا حاله مثلا طفل عنده 5 6 سنين ونكتشف فيه ان في حاجه مشكله كونجينيتال زي ديفكت او غيره، فالاهل يسالك يقول لك هو ايه سبب ده يا دكتور؟ فتقول له دي حاجه هو مولود بيها. فكلمه حاجه هو مولود بيها ده هو ديفينيشن اوف كونجينيتال هارت ديزيز، هو abnormality in the structure of the heart that are present at birth، حاجه هو مولود بيها. عشان كده الشطاره الدكتور، وده لسه موقف يعني معدي عليا امبارح،
كان طفل بعمل له ايكو، هو حوالي يعني حوالي 15 يوم، فالولد ده طلع فيه مودريت بالمونري ستينوزس، عنده البالمونري فالف اللي هو الصمام الرئوي فيه ستينوزس مودريت ديجري. فالاب بيسالني يعني ده ايه سببه، فقلت له دي حاجه هو مولود بيها. فازاي الدكتور اللي استقبله، ما دكتور اطفال استقبله وبص عليه وسمع قلبه، ازاي ما يكتشفوش، ازاي ما قالناش، وايه وبقى الراجل ناقم جدا عن الدكتور. فطبعا يعني من اجل اداب المهنه، فقلت له ان الصوت بتاع القصه دي ما بتبقاش واضحه قوي اثناء الولاده وبتظهر بعد كده عشان ما يروحش يقتل الدكتور يعني. فمهم أوي انت كفيدياتريشن او كدكتور بتاع نيونيت انك تأوسكالتيت الهارت كويس عشان خاطر تقدر تديتكت اني انومالي، لان طبعا كل حاجه لما تبقى ديتكتد ايرليير كان بي تريتد ايرلي لو هي محتاجه تريتمنت يعني. فدي حاجه مهمه أوي. طيب ايه عاوزين نفهم كده ايه الباثوجينيسيس، يعني ايه اللي يخلي القلب يحصل فيه مشكله، او ايه انواع الابنورماليتي في ستراكشر اوف ذا هارت اللي ممكن تحصل. مين شاطر فاكر الامبريولوجي بتاع القلب؟ هنبتدي نشغل الجوايز بقى. القلب ده بيبتدي يتكون في الاسبوع الكام من الجستيشن؟ مين شاطر؟ انا عاوزكم بارتيسيبيت عشان ما نمش منكم، فدايما ان ام ميوت وتشاركوا معايا. يلا هنبدا باول مشاركه بقى. الهارت بيبدا يتكون في الاسبوع الكام؟ الثالث او الرابع. يعني ما فيش او بقى، برافو عليك، التالت. تمام. انت مين؟ اسماء. اسماء. تمام يا اسماء، يبقى برافو عليك. يبقى الهارت بيبتدي يتكون في الثيرد ويك، في الاسبوع الثالث من الجستيشن يا اولاد. كويس خالص. القلب ده اول ما بيبتدي يتكون بيبقى في شكل تيوب، انبوبه بهذا الشكل. هذه الانبوبه ليها طرفين، ليها تو اندس. طيب الانبوبه عباره بيحصل فيها انفاجينيشن، يعني بتخش لجوه كده ويتكون لي تو ساكس. مين شاطر يقول لي الساك ده اسمه ايه؟ اللي فوق ده. حد يتوقع كده؟ احنا القلب عباره عن جزئين، اتريا وفنتريكلز، فالساك دي هتبقى اتريا ولا فنتريكلز؟ اتريا. المنطق يقول انها اتريا، لكن الواقع ان هي برافو فنتريكل، فدي الفنتريكولر باوتش او ساك، واللي تحت دي الايه؟ برافو، ده الاتريال باوتش اور ساك. كويس جدا. طيب الفنتريكلز دي طالع منها شويه فيزلز اسمهم الجريت فيزلز، اللي هو الاورطه والايه؟ والبالمونري. عشان كده دي بسميها البالباس كوردس، او دي بنسميها الارتيريال اند. طب الاتريا دي بتريسيف الفينوس درينج، صح؟ السوبير فينا كيفا والانفيرو فينا كيفا والبالمونري فينز. عشان كده الاند اللي تحت ديت هي الايه؟ هي الفينوس اند. تمام. يبقى الهارت ده عباره عن تو باوتشز، فينتريكولار باوتش طالع منها او تنتهي الفينتريكولار باوتش باند هي الارتيريال اند، واتريال باوتش ينتهي هذا الباوتش بالفينوس اند. طيب القلب بقى او التيوب ديت يا اولاد بتبتدي تكبر، لكنها محاطه بساك اللي هو البريكارديوم، ساك ضيقه، فلما تيجي تكبر مش لاقيه مكان تكبر فيه، فتقوم جايه لفه على نفسها، تلف على نفسها تطلع كده، بحيث ان الاتريا بالفينوس اند بتاعتها تبقى لفوق، والفنتريكلز بالارتيريال اند بتاعتها تبقى لتحت. وده الشكل بقى الادلت اللي احنا بنشوفه، ان الاتريا فوق والفنتريكلز تحت. يبقى حصل فولدنج، هذه التكنيك اسمها فولدنج. الفولدنج ده سببه او ادى سببه ان الكاردياك تيوب بتكبر في سمول كافيتي اللي هو البريكارديال كافيتي، ونتيجه الفولدنج ان الاتريال باوتش بالفينوس اند طلعت لفوق والفنتريكولار باوتش نزلت لتحت. يبقى دي اول حاجه بتتم كبروسيس. طيب البروسيس الثانيه اللي بتحصل في الجريد فيزلز، ان بيحصل لها حاجه اسمها تويستنج. بالتويست يعني بيبقى في الاول الاورطة والبالمونري دول جنب بعض سايد باي سايد عاملين كده اهو، ادي مثلا سيدة البالمونري وادي الاورطة سايد باي سايد، يبتدوا يتويست على بعض بحيث ان يديني الادلت فورم اللي هو الاورطة كده
وحاضن البلمونري. صح؟ طيب مين شاطر يقول لي لو حصل failure of twisting ده يؤدي إلى anomaly اسمها إيه؟ transposition of TGA. برافو، excellent. يؤدي إلى anomaly اسمها TGA اللي هو transposition of great vessels. إيه اللي حصل في TGA ده يا أولاد؟ حصل failure of twist، فشل الأورطة والبلمونري إنهم يتويست على بعض، فهذا failure of twisting أدى إلى transposition of great vessels. excellent excellent. طيب الباوتش الكبيرة سواء كانت الventricular باوتش أو الاتريال باوتش عبارة عن إيه؟ عبارة عن single باوتش. السنجل باوتش ديت المفروض إنها هتتقسم عشان خاطر أنا عندي two atria وtwo ventricles، فبيطلع سبتم حاجز. السبتم ده يبتدي يديفايد الباوتشز ديت ويقسمها الى تو تشامبرز. فلو جينا نبص خدنا الدايره اللي هي الاورنج ديت، ده الاتريال باوتش، المفروض ان بيطلع تو سبتا، حاجه اسمها سبتم بريمم، يبتدي ينزل كده من الروف بتاع الاتريوم لتحت، وسبتم سيكندم يبتدي يطلع لفوق، والتو سبتا دولت يبقى ما بينهم سبيس وغنطوط كده. السبيس ده بنسميه ايه يا شباب؟ فورامين اوفال. برافو، بي اف او، بيتنت فورامين اوفال. ولما يبتدي الطفل يتولد والبريشر يعلى في الليفت اتريوم، يبتدي التو سبتا دولت يؤبوز، يعني يلزقوا في بعض ويقفلوا لي هذه الفورامين اوفال. صح؟ يبقى ده النورمال اتريال سبتم. طيب لو حصل فيلير اوف اوبوزيشن، يعني التو سبتا دولت فشلوا ان هم يؤبوز على بعض، ده يؤدي الى ايه؟ اي اس دي. برافو، اول حاجه لا، لو التو سبتا فيلد ان هم يؤبوز على بعض يؤدي الى حاجه اسمها بي اف او اللي هو بيرزيستنت فورامين اوفال، يعني الفورامين اوفال فشلت انها تكلوز وتنتها مفتوحه، دي اول حاجه. طيب لو حصل انذر انوماليز، يعني انذر ديفكتس في السبتا ديت، زي مثلا اهوت دي الاتريال باوتش وادي الهول انتر اتريال سبت، خلاص هما التو سبت لزقوا في بعض وبقوا سبتم واحد. لكن عايز اشوف الرورن، ايون دي هارد اريزا، ايه رايكم ان حصل ديفكت هنا في هذا الجزء؟ ده يؤدي الى انومال اسمها ايه؟ ASD. برافو، ASD بس اسمها سيكندم ASD. سيكندم ASD عشان في الميدل بارت. بالظبط، عشان في الميدل بارت. طيب لو حصل ديفكت كان الجزء التحتاني خالص، lowest بارت من السبتم، ده اسمه ايه؟ اوستيوم بريمر ASD. برافو، اسمه بريمم ASD. بريمم ASD. excellent. اسمه بريمم ASD. اوكي طيب في هل في انواع تانية من الـ ASD؟ حد شاطر عارف انواع اخرى؟ sinus venosus defect والبيتنت فورامين اوفال، وفي بقى كتوتال اندوكارديال كاشن ديفكت اللي هو القلب كله مفتح على بعضه يعني. برافو، خلي الاندوكارديال كاشن ده هنقوله دلوقتي، لكن زي ما حضرتك قلتي في حاجه اسمها ساينس فينوزس اي اس دي. ايه الساينس فينوزس اي اس دي؟ وده على فكره فيري رير فورم، كان لسه حالا عاملها من اسبوع كده 10 ايام، نزلت فيديو الايكو بتاعها، كانت حاله انترستنج قوي لان هي حاجه رير الساينس فينوزس دي. تعالوا كده ما اوريها لكم. هو حد يا جماعه حد بيانوتيت السكرين؟ في حد بيلعب في السكرين؟ فليه بتلعبوا في السكرين؟ تمام. طيب تعالوا كده نشوف الساينس فينوزس ده شكل الساينس فينوزس زي ما بيظهر في الايكو بالظبط. ده يا شباب ده الرايت اتريوم، تمام؟
أنا يعني هعمل كده إن محدش يعمل annotation، محدش يلعب في السكرين بتاعتي يا جماعة بعد إذنك. تمام؟ أوكي. تمام، طيب تعالوا كده نشوف. يبقى عندنا ده اهوت، ده الرايت اتريوم، والرايت اتريوم ده فاتح فيه حاجتين اتنين، فاتح فيه الانفير فينا كيفا، وفاتح فيه السوبير فينا كيفا. superior vena cave. تمام؟ طيب عندنا تحت هنا ده الليفت اتريوم، واللي ما بينهم ده الانتر اتريال سيبت. يبقى انا عندي الرايت اتريوم اهوت، وعارفين ان بيفتح في التو فينا كيفا، الانفير فينا كيفا والسوبيريور فينا كيفا، وده الانتر اتريال سيبتم اللي فاصل الرايت اتريوم عن الليفت اتريوم. طيب الساينس فينوزس بقى يعني ايه؟ ساينس فينوزس اي اس دي، قال لك يعني اي اس دي عند دخله الانسرشن بتاع السوبير فينا كيفا او الانفير فينا كيفا في الرايت اتريوم، يعني في الحته دي بالظبط كده في هذا الجزء، ده بنسميه ساينس فينوزس اي اس دي اوف اس في سي تايب، يعني عند السوبير فينا كيفا او في الجزء ده هو كده بالظبط. يبقى ده بسميه ساينس فينوزس اي اس دي اوف انفير فينا كيفا تايب. تمام، يبقى دول المكانين اللي يحصل فيهم الساينس فينوزس اي اس دي. تمام، طيب يبقى انا عندي كده انواع الاي اس دي، عندنا سيكندم وعندي بريمم، وعندنا قبلهم البي اف او البيتنت فورامين اوفال، وعندنا الساينس فينوزس اي اس دي. والساينس فينوزس ديت قد تكون اوف اس في سي تايب، يعني عند السوبر فينا كيفا، وقد تكون اوف ايه؟ اي في سي تايب. حد مش فاهم التايبز بتاع الاي اس دي ديت يا شباب؟ حد مش فاهمها ولا كله تمام؟ حتى في الشات بوكس اكتبوا لي، حتى لو انتم مش عاوزين تشغلوا المايك يعني، فانتر اكت معايا عشان ابقى فاهم انتم فاهمين ولا لا. لو دي مفهومه عند الجميع نخش على البوينت اللي بعدها. انتم ميتين ولا ايه؟ ايوه اوكي تمام. يعني الاونلاين عشان انا مش فيس تو فيس ليكم، مش شايف وشوشكم ان انتوا فاهمين ولا لا، فالتشات بوكس ده مهم قوي، او الميوت عشان ابقى فاهم، يعني انا مش بكلم نفسي، فانتوا فاهمين مش فاهمين لازم تانتراكت معايا معلش عشان ما يجيليش احباط بعد اذنك. تمام جدا، تمام. طيب طيب ده بالنسبه لانواع الاي اس دي. طيب يبقى احنا كنا نرجع تاني لمنطقنا الاولاني بقى، يبقى احنا اتفقنا ان انا عندي الكونجنتال انوماليز بتاعه القلب ممكن يبقى سببها فيلير اوف تويستنج، القلب ما بيحصلش تويستنج كويس، وقلنا اشهر مثال على فيلير اوف تويستنج الاورطه والبلمونري، وده ادى لايه؟ صحراتي جاي دلوقتي دي، وده ادى الى تي جي اي ترانسبوزيشن اوف جريد فيزلز، او يحصل فيلير اوف فولدنج، او يحصل ديفكت في الانتر فينتريكولر او الانتر اتريال سيبتا، فيؤدي للديفرنت انوماليز اللي شفناها دي. طيب تعالوا كده ناخد على مستوى الانتر فينتريكولر سيبتم نشوف ايه اللي بيحصل فيه. لو جينا نبص مثلا ادي الفينتريكولر باوتش اهوت، ده الاتريال باوتش وادي الفنتريكولار باوتش، واتفقنا ان الانتر اتريال سيبتم اتكون والصمامين اتكونوا اهمت، وهيبتدي يتكون بقى الانتر فنتريكولار سيبتم اللي هيفصل التو فنتريكلز عن بعضيهم. فايه اللي بيحصل يا شباب؟ الانتر فنتريكولار سيبتم ده بيتكون على مرحلتين،
المرحلة الأولانية إن بيتكون كده جزء من الإيبكس، الجزء ده ماسكولار بارت، ده اسمه ماسكولار بارت أوف إنتر فنتريكولار سيبتم، وبيجي له جزء علوي من فوق كده، بيبقى جزء ايه خفيف او ضعيف شويه كده، اسمه ايه يا شباب؟ ممبرينوس. اكسلنت، اسمه الممبرينوس بارت. اكسلنت. يبقى انا عندي الانتر فنتريكولار سيبتوم بيتكون من جزئين، زي ما الانتر اتريال سيبتوم كان متكون من جزئين، هو سيبتوم بريمم وسيبتوم سيكندم، برضو الانتر فنتريكولار سيبتوم عباره عن فيوجن اوف جزئين، جزء ماسكولار اسمه ماسكولار بارت، وجزء ميمبرينوس اسمه الميمبرينوس بارت اوف الانتر فنتريكولار سيبتوم. عشان كده لو هيحصل في اس دي قد يكون نوعه ديفكت في هذا الجزء، فسميها ايه؟ ماسكولار في اس دي. Excellent. وقد يكون الديفكت في الجزء الفوقاني ده اللي هو الممبرنس ده، فسميه هذا النوع ايه؟ ممبرنس في اس دي. تمام. طيب هل في انواع تانية من الفي اس دي حضراتكم تعرفوها؟ مين شاطر يقول كده لو حد عارف انواع اخرى من الفي اس دي؟ مش عارفين. خدته في الاطفال. طب مين خد اطفال؟ اميره خدت اطفال. عارفه قالوا لكم انواع تانيه من الفي اس دي اميره؟ هم قالوا لنا على حسب السايت يبقى ماسكولار وممبرنس، لو على حسب السايز سمول وميديوم ولارج بس. بس كده. طيب هو في طبعا في انواع تانية، في حاجه اسمها كريستال في اس ديز. ايه الكريستال دي؟ الكريستال ديت يعني حاجه او في اس ديز ريليتد للجريت فيزلز. في حاجه اسمها سب اورتيك، في اس دي، وفي حاجه اسمها صب بالمونيك. يبقى ممكن يبقى في في اس دي تحت البالمونري فالف اسمها صب بالمونيك، او في اس دي تحت الاورتيك فالف اسمها صب اورتيك. يبقى ده النوع برضو ده اكوردنج تو السايت المكان، يبقى قد يكون ماسكولار قد يكون ميمبرينس، دول تو كومن فورمز. لكن في انواع ثانيه اسمها كريستال، يعني حاجات ريليتد للجريت فيزز، يا اما تحت الاورتيك فالف اسمها سب اورتيك، او تحت البالمونري فالف اسمها ايه يا شباب؟ اسمها سب بالمونيك. طب هل مهم ان انا اعرف انواع يعني نوع الفي اس دي؟ مين شاطر يقول لي يعني ايه هيفرق ايه اختلاف نوع الفي اس دي عن نوع ثاني؟ لو حد شاطر يفكر كده. هيحصل سبونتينيوس ولا هتحتاج سيرجري؟ برافو، اكسلنت. يبقى زميلتنا بتقول ان في بعض الانواع يحصل لها سبونتينيوس كلوجر بتقفل لوحدها، واشهر حاجه يحصل لها سبونتينيوس كلوجر هي الماسكولار. النوع الماسكولار ده كومن قوي ان يحصل له سبونتينيوس كلوجر، وفي انواع نيفر انها يحصل لها سبونتينيوس كلوجر وهتحتاج انها تعمل انترفينشن يعني اقفلها. طيب نوع الانترفينشن هل بيتحدد على حسب المكان بتاع الفي اس دي؟ نوع الانترفينشن انتوا ايه رايكم؟ انا ممكن اقفل الفي اس دي ديت ازاي؟ مين شاطر عارف او يفكر؟ مين حتى اكتب على الشات بوكس ازاي نقفل الفي اس دي؟ يعني وانتوا معلوماتكم ضايعه خالص. طيب احنا عندنا طريقتين اتنين للكلوجر بتاع الفي اس دي، يا اما بالون او اوكلوجن ديفايس. اوكي، بيبقى في مين اللي بيتكلم؟ انا امين.
اماني، ازيك يا اماني؟ اماني بتقول ان احنا، اميره اوكي طيب، اميره بتقول حاجه كويسه، بتقول ان انا ممكن اجيب اوكلوجن ديفايس يعني جهاز. فاطمه قالت بالظبط، ما احنا قلنا يا فاطمه اي الماسكولار هنسيبها تقفل لوحدها، لكن لو خلاص هي فشلت انها تقفل لوحدها فممكن نستخدم اوكلوجن ديفايس، حاجه كده شبه الشمسيه، هنشوف لها فيديو كمان شويه، اقفل بيها هذا الديفكت. طيب ايه الحاجه الثانيه اللي ممكن اقفل بيها هذا الديفكت؟ فكره العجلات بقى، ان انا ادخل عيان يعمل سيرجري جراحه ويجيبوا له باتشايه بريكارديال باتش رقعه، ويقوم جايين قافلين بالرقعه ديت الثقب. يبقى انا عندي طريقتين اتنين للانترفنشن، طريقه سيرجيكال باوبن هارت بفتح القلب، وطريقه انترفنشنال بالديفايس بالجهاز. طيب اختيار نوع الانترفنشنال ميثود، يعني اللي عندها هدخله يعمل ديفايس كلوجر ولا يعمل باتش كلوجر باوبن هارت، بيختلف على حسب النوع. فالماسكولر ده يقدر يعمل ديفايس، لكن الحاجات البري ميمبرنس القريبه قوي من الاورطه او الحاجات الكريستال دي ما ينفع لهاش ديفايس، لانها قريبه من الصمامات. حاجه اخش احط الجهاز هيقوم جاي مقطع للصمامات سواء الاورطه او البلمونري، ويدخل عام في مشكله كبيره قوي. فانواع الفي اس دي القريبه من الاورتك فالف او من البلمونري فالف ما ينفع لهاش ديفايس. الديفايس ينفع اكتر في الحالات اللي ايه يا شباب، حالات الماسكولار البعيده عن الصمامات. يبقى دي اهميه معرفه انواع الايه الديفكتات. طيب يبقى دي فكره كده اوليه عن الايه الباثوجينيسيس بتاع الكونجنيتال هارت ديزيز. طيب تعالوا بقى نخش كده على بقيه الكلام المهم اللي في الكتاب، نرجع تاني لصفحه 143. الكلاسيفيكيشن، في هنا تقسيمه مهمه قوي، ودايما كنت بقول لهم دي اهم حاجه في الكونجنيتال بالنسبه لطلبه سنه خمسة، ان انا اعرف ان الكونجنيتال هارت ده بينقسم الى مجموعتين، مجموعه اسمها سيانوتيك هارت ومجموعه ايه سيانوتيك. يعني مجموعه كونجنيتال هارت تخلي الطفل او البيبي او الانفانت سيانوز، في هايبوكسيا الساتوريشن بتاعه قليل، وده ناتج عن ميكس اوف ذا سيركوليشن، حصل اختلاط للسيركوليشن الرايت هارت سيركوليشن اللي هي دي اوكسجينيتد بلاد مع الليفت هارت سيركوليشن اللي هي فيها اوكسجينيتد بلاد، والميكس بتاع السيركوليشن خلى النت ريزلت او النت سيركوليشن ان الولد ده سيانوز في هايبوكسيا. وفي عندنا شويه انوماليز بتبقى ايه سيانوتيك، ما بتعملش سيانوزس. طيب ايه هي الحاجات السيانوتيك؟ بنلخصهم السيانوتيك انوماليز في الفايف تيز، مهم جدا 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 نحفظ صم عن ظهر قلب الفايف تيز، هما التترالوجي اوف فالوت، واخوه تريولوجي اوف فالوت، والترانكس ارتريوزس، والترايكاسبيد اتريزيا، والتي جي اي. يبقى الفايف تيز دول بيعملوا كونجينيتال سيانوتيك هارت، تترالوجي اوف فالوت، تريولوجي اوف فالوت، ترانكس ارتريوزس، ترايكاسبيد اتريزيا، والتي جي اي. بنطلق على الخمسه سيانوتيك دول الكومبلكس ليجنز او الكومبلكس كونجينيتال هارت ديزيزز. طيب ايه الحاجات الاي سيانوتيك؟ الحاجات السيمبل بقى، زي الاي اس دي، زي الفي اس دي، زي البي دي اي، زي الكو اركيتيشن اوف ايورتا، زي البالمونري ستينوز زي الحاله اللي حكيت لكم عليها، تمام، والديكستروكارديا القلب معكوس، دي حاجه مش خطيره يعني، تمام. طيب يبقى الاي سيانوتيك الحاجات السيمبل ليجنز، اي اس دي، في اس دي، البي دي اي والكو اركيتيشن والبالمونري ستينوزس. اما الحاجات الكونجنيت السيانوتيك هم الفايف تيز اللي لازم نحفظهم عن ظهر القلب. طيب هيجي اهل العيان يا جماعه يسالوك ايه يا دكتور سبب ايه، ليه ابني اتولد عنده كونجنيتال انوماليز؟ تقول له نو كوز نو ايتيولوجي، مفيش سبب ظاهر يا حبيبي، ولكن في سم اسوسيشنز، في بعض حاجات بتزود فرص حدوث الكونجنيتال هارت، زي الداون سندروم. مفيش طفل داون يا شباب يتولد لما لازم نعمل له ايكو، لان انسيدنس الكونجنيتال هارت ديزيز في الداون سندروم، عارفين الداون طبعا الطفل المنغولي، ما بيبقاش عنده كونجنيتال هارت. مين شاطر بقى يقول لي ايه هو الموست كومن كونجنيتال هارت ديزيز ان داون سندروم بيشنت؟ ده سؤال ام سي كيو. برافو، هي دي بقى الاندوكارديال كوشن ديفكت. ايه الاندوكارديال كوشن ديفكت ده يا اولاد؟ تعالوا كده اوريه لكم. اس دي يو، في اس دي يو، وترايكاسبيد، ومايتر جيوش. برافو اكسلنت، مين الشاطره اللي قالت؟ انا اميره. اميره ولا اماني؟ اميره. اميره. برافو عليكي يا اميره.
تمام. ايه الاندوكارديال كوشن دي يا اولاد؟ الاندوكارديال كوشن شايفين الحته دي، الحته ده هي في القلب اللي هو الميدل بارت ما بين الاتريا والفنتريكلز، اللي بيكون لي اللور بارت من الانتر اتريال سيبتوم، الحته دي من الانتر اتريال سيبتوم، والابر بارت من الانتر فنتريكولار سيبتوم، والفالفات الصمامات الميترال، ما ده الميترال والترايكاسبيد. الحته دي اسمها اندوكارديال كوشن، اسمها اندوكارديال كوشن. كارديال كوشن. طيب تخيلوا ان الحته دي ما اتكونتش، ايه اللي هيحصل؟ العيان ده عنده الحته دي من الانتر اتريال سيبتوم ما اتكونتش، فيبقى عنده اي اس دي اسمها ايه؟ سكندم ولا بريمم؟ برافو، عنده بريمم اي اس دي، اكسلنت. وهيبقى عنده في اس دي اسمها ايه؟ ميمبرانس، اكسلنت. ومش هيبقى عنده ترايكاسبيد ولا ميترال فالف، ده بيبقى صمام واحد بس اسمه بنسميه كومون اي في فالف، بنسميه كومون اي في فالف. اي في فالف دي الكومبوننتس بتاعه الاندوكارديال كوشن ديفكت. يعني تخيلوا القلب هيبقى عامل ازاي، ارسمه لكم بقى. دي صوره يعني لما بنشوفها في الايكو بنبقى سعداء جدا، بس بيبقى العيان حزين لانه حاجه مش حلوه، كتير قوي بيموتوا بتوع الاندوكارديال كوشن ده، بيقعدوا يتلطموا في المستشفيات ويروحوا المجد يعوبوا هنا وهنا، والاخر للاسف بيموت. فتعالوا كده اوريكم شكل القلب اللي بنشوفه ده. القلب عامل كده يا شباب، كده بالظبط. تلاقي الأربعة تشامبرز فاتحين على بعض، تخيلوا التو اتريا بالتو فنتريكلز فاتحين الأربعة على بعض. عشان كده الاندوكارديال كوشن ديفكت ده بنطلق عليه اسم مهم قوي لازم تبقوا عارفينه، اسمها ايه؟ كومون اي في كانال. يبقى الاسم ده مهم قوي احفظوه عشان الام سي كيو. يبقى الاندوكارديال كوشن ديفكت له اسم تاني اسمه ايه؟ كومون اي في كانال. يعني كومون اي في كانال يعني القلب كله مفتح على بعضه، الاتريا فاتحه على الفنتر كله مفتح على بعض. يبقى عندنا حاجه اسمها اندوكارديال كوشن ديفكت، اسمها التاني هو الكومون اي في كانال، عباره عن ايه؟ ثلاث حاجات، ايه؟ بريمم اي اس دي مع ميمبرانس في اس دي مع كومون اي في فالف. الحاجات دي زودوها في الكتاب كده جنب الداون سندروم، وده شابتر اصلا اللي هو الكومون ايفي كانال موجود في الكتاب في اخر الشابتر يعني، لكن دي خلاصه القصه كلها. تمام، حد مش فاهم الكومون ايفي كانال؟ اللي مش فاهم يقول لي يا شباب. واضحه؟ يبقى احنا كدكاتره كده ان شاء الله هنتخرج ونشتغل كلنا اطباء اسره. اول ما تلاقي طفل جاي لك كده وانت قاعد في الوحده الصحيه داون سندروم ابعته لنا يعمل ايكو على طول. تمام؟ عشان خاطر زي ما اتفقنا ان ده كومون جدا ان يبقى فيه congenital heart disease. يبقى هنا جنب الدون خد سهم كده واكتب common AV canal او endocardial cushion defect ما بين قوسين ثلاث حاجات، بريمم ASD membranous VSD common AV valve. تمام؟ طيب بعد كده يا اولاد ايه الحاجات اللي تزود congenital heart؟ الماترنال alcoholism and smoking. وخلي بالكوا دي ما بقتش نادره، يعني ما بقاش نادر ان الامهات بتدخن. انا في يعني كان عندي انا الاسبوع اللي فات بتقول انا بشرب 3000 سجاير، فدي مسخره. فالامهات دلوقتي بقوا يدخنوا، بقوا يشربوا خمره، والدنيا بقت سبهلل. فالماترنال الكحوليزم اند سموكينج دي من الحاجات الكومون اللي تعمل في الاولاد كونجنتال هارت ديزيز. اكسل حد شاطر يقول لي ليه يعني ليه السموكينج يعمل كونجنتال هارت؟ أنا مش هجاوبها بقى، ممكن تحضروا دي. أوكي. طيب. في حاجات تانية طبعًا، البري تيرم إنفانت، الطفل اللي اتولد قبل ميعاده. الفاميليا الأولاد ده مهم قوي. لو في فاميلي هيستوري أوف كونجينيتال هارت،
ده يخلي فيه incidence من 1 لـ 5% increase risk ان الاطفال التانية يبقى عندها congenital heart. عشان كده اطفال دكاترة الاطفال الشاطرين لما يبقى فيه family history المشكلة في القلب، الطفل الجديد البيبي الجديد اللي بيتولد بيطلبوا له اشعة ايكو حتى لو هو مش سامع عليه حاجة. لماذا؟ لانه at high risk، ده اكثر عرضة. تمام. maternal factors، infant of diabetic mother مهم جدا 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 جدا، الام اللي عندها سكر حمل او هي مريضة سكر، الانفانت اوف دايابيتيك ماذر كومون ان يحصل فيه كونجنيتال هارت. مين شاطر يقول لي اهم حاجه او اشهر حاجه ايه؟ بيتنت دكتورز. برافو. ايه كمان؟ هما بيبقى فيها، بيبقى في الانفانت اوف دايابيتيك ماذر، اكتبوا خدوا سهم كده وزودوا معايا الثلاث كلمات دولت، كومون يبقى فيهم فينتريكولار هايبرتروفي لان بيبقى فيهم هايبر انسولينيميا والانسولين زياده ده بيعمل تضخم في العضله، فاكتب كده فينتريكولار هايبرتروفي، تي جي اي وفي اس دي. تي جي اي وفي اس دي دول اشهر ثلاث انوماليز في الانفانت اوف دايابيتيك ماذر. طب ايه رايكم في الروبيلا انفكشن؟ بيتنت بقى. ايوه بقى، هي دي بقى بتاع البي دي اي، الروبيلا انفكشن بتاع البي دي. الحاجات دي مهمه قوي في الام سي كيو في الاطفال وفي الكبار يعني. طيب السيستميك لوبس، ايه اشهر كونجنتال انومالي في المريضه اللي عندها سيستميك لوبس؟ انا شفت في حياتي ثلاث حالات من النوع ده. حد عنده المعلومه دي؟ انتوا عارفين يا اولاد ان اللوبس ده فيه انتي، فيه انتي بوديز، حاجه اسمها الكارديولايبين والانتي اسمهم ايه، اللوبس انتي كواجلانت والانتي كارديولايبين، دي انتي بوديز بتكروس البلاسينتا وتروح للفيتوس تعمل له حاجه اسمها كونجينيتال هارت بلوك. الواد ده تلاقيه براديكارديك جدا ويتولد نركب له بسميكر، ودي انا شفت في حياتي ثلاث حالات سيستميك لوبس والواد الجنين عندهم عنده كونجينيتال هارت بلوك. وده كان يعني اول حاله شفتها، كان الدكتور البطنه في الجامعه طلب حاجه اسمها ترانس فيتال ايكو، ان احنا نعمل ايكو للولد وهو في بطن امه. دي حاجه الجهاز ده مش موجود عندنا في المنوفيه يعني، فاحنا اتخانقنا معاه. تمام. فالسيستميك لوبس ده كومن، اكتبه جنبه كده انه يعمل كونجينيتال هارت بلوك، وفهمنا ليه، لان الانتي بوديز دي بتكروس البلاسينتا وتعمل للولد هارت بلوك. كمان بعض السندرومز زي المارفان سندروم، بعض التراتوجينيك دراجز، ودي كومن قوي يا اولاد، الامهات يجي لها ديبريشن اكتئاب الحمل وتقوم جايه ضاربه ادويه اكتئاب، تقوم يوم جاي جايب لها ال يعمل تراتوجينيستي. ودواء بقى مهم قوي بنستخدمه احنا في القلب في المريضه اللي مركبه فالف صمام وماشي على دواء سيوله اسمه ايه؟ مين شاطر؟ برافو الماريفان. ايوه برافو الماريفان، ده دواء بناخده عشان الصمام ما يحصلش عليه جلطه، فهي تقوم جايه واخده الماريفان يعمل كونجنيتال انوماليز للواد اللي في بطن امه، تبطل الماريفان يجي لها ثرومبس على الصمام وتموت. عشان كده يا اولاد العيانه دايما بقى ايه يعني الكونسبت ده عاوزين نغيره، بدل ما بندمر عائلات واسر، في كتير قوي من الناس دي بتبقى ماشيه على الماريفان وريبيتد ابورشنز، التانيه تسقط لحد ما جوزها يطلقها لانه عاوز يخلف. وفي بعض الناس تلاقيه جاله ثلاث اربع مرات مع كل حمل ستاك فالف وتخش تشق صدرها، فكوارث. فاحنا في عندنا حاجه اسمها التيشو فالف، الصمام الخلوي اللي ما بيحتاجش ماريفان. لو البنت هي في تشايلد بيرنج ايدج، هي لسه عندها 20 سنه وهتخلف لها 5 6 سنين، ركب لها صمام خلوي، وبعد لما تكبر يبقى عندها 40 سنه شيله وحط صمام معدني عشان ما تدمرش حياتها. فده كونسبت مهم جدا تقدر تنقذ بيه حياه ناس يعني. فعندنا الليثيوم، الليثيوم ده دواء مشهور بس ما بقاش يستخدم يعني، وده كان انتي ديبريسنت كده، كان بيعمل انومالي مشهوره قوي في القلب اسمها ايبشتاين انومالي، هبقى ممكن المره الجايه بقول لكم يعني ايه ايبشتاين انومالي، فده مهم قوي. وادويه الاكتئاب وادويه الانتي كونفالزنت، الدواء اللي هو الوارفارين مهم جدا، كل دي ادويه تعمل كونجينيتال انوماليز. طيب ازاي اكتشف ان الطفل او الانفانت عنده كونجينيتال هارت؟ ما هي الكلينيكال فيتشرز؟ والكلينيكال فيتشرز في الحقيقه بنلخصها في كلمه تشامب. تشامب فالسي هي الساينوزيس،
والاتش هي الهارت فيلير، والاي اريزميا، والام ميرمر، والبي بالمونري هايبرتنشن. ديت الكلينيكال فيتشرز اللي تظهر على انفانت او تشايلد عنده كونجينيتال انومالي. ساينوزيس ده اهم حاجه، لو الطفل عنده حاجه من الحاجات بتاع الساينوتيك هارت هيجي لي بساينوزيس، سببه ان دي اوكسجينيتد بلاد ميكس مع السيستميك سيركوليشن. وطبعا الساينوزيس مع الوقت هيؤدي الى كلابنج، فاكرين في العملي طبعا من اهم اسباب الكلابنج هو الساينوتيك كونجينيتال هارت ديزيز. هارت فيلير، طب انا ازاي هعرف ان شاء الله عيل عنده شهر اعرف انه عنده هارت فيلير؟ يعني الكبير بيجي يقول له بطلع السلم بنهج، باجي انام على ظهري نفس ينكتم اقوم اقعد. طب طفل شهر ازاي يعرف ان عنده هارت فيلير؟ مين شاطر يقول؟ بيغرق بورصه بينهج، برافو، ما بيعرفش يرضع كويس، برافو اكسلنت. يبقى تلاقي الواد ده نفسه سريع وبيعرق وهو بيرضع، مامته تلاحظ تيجي تقول لك زي ما قلت اللي هو فيلير تو سرايف، ما بينموش كويس لانه مش بيرضع كويس. وايه كمان قلته؟ بس كده. يبقى تلاقي الواد نفسه سريع وبيعرق مع الرضاعه، وتلاقي الولد ده فيلير اوف جروس ما بينموش كويس. برافو عليك، هو ده فعلا. يبقى بور فيدنج اسوشيتد ويز سويتنج، فاتيج، تلاقي الواد دايما فاتيج دي كده والاكتيفيتي بتاعته ضعيفه، والتر جروز او فيلير تو جرو ما بينموش كويس. طيب اريزمياز، هل كونجينيتال هارت ايه علاقته بالاريزميا؟ في بعض حاجات يا اولاد وده مهم قوي، اكتب على حته الاريزميا ده ام اس كيو. عندك في حاجه اسمها كومبليت هارت بلوك، والكومبليت هارت بلوك ده بيحصل في حالات ايه؟ حاجه اسمها ال تي جي اي، ده نوع من انواع التي جي اي بيبقى معاه كومبليت هارت بلوك، والابشتاين انومالي ده اللي انا لسه قايل لكم عليه. الابشتاين ده بتاع مين؟ الليسيوم. الليسيوم، برافو، الليسيوم بيعمله. فالابشتاين انومالي برضو، وحاجه ثالثه قلناها بتعمل كومبليت هارت بلوك اللي هي مين؟ سيستميك لوبس. برافو، سيستميك لوبس. يبقى دول ثلاث حاجات يعملوا لي كونجينيتال كومبليت هارت بلوك. ال ال تي جي اي كان عند بنت 19 سنه فيرست بريجننسي، اول حمل ليها، كان عندها ال تي جي اي وركبت بيس ميكر عشان كومبليت هارت بلوك من سنه قبل ما تجيب بريجننت يعني. فال تي جي اي ده كومون، كل الناس اللي عندهم ال تي جي اي بيبقى عندهم كومبليت هارت بلوك، والابشتاين انومالي، وقلنا السيستميك لوبس. طيب عندك برضو حاجه ثانيه اللي هو الاي اف. انتوا عارفين العيانين بتوع الاي اس دي، كل العيانين بتوع الاي اس دي الرايت سايد بتاعهم بيلارج، بيكبر جامد قوي، واللارجمنت اوف ذا رايت اتريوم يعمل له ستريتش ويخلي العيان ده يبقى كومون ان يديفلوب اي اف. فتلاقي كده عيل كده، ودي شفت برضو منها حالات كتير، تلاقيه 35 سنه 36 سنه وجاي يشتكي من بالبيتيشنز، يقول لك بمشي كده الاقي دقات قلب ملخبطه وسريعه، تعمل له رسم قلب تلاقيه اي اف، تيجي تبص على ايكو وتلاقي الرايت سايد بتاعه كبير وتلاقي فيه اي اس دي. فكومن قوي ان الفيرست بريزنتيشن بتاع الاي اس دي يجي لك كده في عيل كده يونج ايج كده اخر ال 20 او اول ال 30 وجاي لك باي اف، جاست اي اف. مش هنسى كده في ولد اسمه امام اكتشفته وعمل سيرجيكال كوركشن للاي اس دي، كان بالقصه دي بالظبط. فكومن ان العيان بتاع الاي اس دي يجي لك كده ايرلي باي اف. ليه اي اف؟ لان الاي اس دي بتكبر الرايت اتريوم زي ما هنفهم دلوقتي. طبعا اهم حاجه على الاطلاق يا شباب هو المرمر، ده كومن يعني. انا دايما بطلب من الناس يا جماعه، اي دكتور اطفال او دكتور جي بي او حد قاعد في وحده، اسكلتيت الولد، مش عاوزك تعرف لي نوع المرمر ولا تشخص المرمر ده بتاع ايه بالظبط، جاست بس هو نورمال ولا اب نورمال، في مرمر، في مرمر ابعته لي على طول، تمام؟ ده مهم جدا. لكن ما يبقاش الولد يعني يجي لك واحد عنده 40 سنه وعنده كونجينيتال هارت، ما دي كارثه، ما مرش على دكتور، ما فيش دكتور حط السماعه على ودانه، دي كارثه كبيره وبنشوفها كتير جدا. فانت الله يكرمك اعرف بس النورمال هارت ساوندز. طبعا الدفعات الاونلاين يعني خلاص يعني مش مطالب منكم ان انتوا هتخربوا الدنيا. فالميرمر ده مهم جدا اعرف هل في ميرمر ولا ده نورمال هارت ساون. نورمال اوكي، في ميرمر خلاص ريفير للسبيشاليست يعني، بس تيك كير بقى ما تبقاش اوفر يعني. في كتير قوي من دكاتره الاطفال اوفر، لان الاطفال كومون ان يبقى فيهم حاجه اسمها انوسنت ميرمر،
innocent يعني ميرمر بريء innocent ميرمر ده normal ميرمر physiological ميرمر لأن الولد القلب بتاعه حجمه صغير والcirculation بتاعته هايبر dynamic فتديني صوت ميرمرز لكنها normal ميرمرز نسميها physiological ميرمرز أو innocent ميرمرز أوكي يبقى لازم تبقى شاطر وتقدر تفرق ما بين الانوسنت ميرمرز والميرمرز بتاعة الكونجينيتال هارت وكتير جدا برضو تلاقي الدكتور الأطفال بعت لنا الحالة نعمل لها إيكو عشان سمع عليها انوسنت ميرمر وإن رجع له ريبورت الإيكو إن الطفل نورمال ما فيش فيه أي مشكلة فتلاقيه يقول لك إزاي أنا سمع عليه ميرمر إزاي قلبه سليم وتقعد تقنعه بقى ان في حاجه اسمها انوسنت ميرمر ما يقتنعش لما يبعت العيان يعمل ايكو تاني وتالت لحد ما يقتنع ان الواد سليم فدي برضو تكايه مهمه جدا والاخر حاجه بقى هو البالمونر هايبرتنشن ودي الكارثه السوداء يا اولاد الكارثه السوداء في كل الكونجنتال هارت هو انه في النهايه بيعمل بالمونر اوفر فلو يزود الدم في البالمونر سيركوليشن فالبالمونري فيزلز استنوا برضو اوريها لكم على الرسمه يعني ده البلمونري ارتري اللي طالع من الرايت فنتريكل لما يحصل بلمونري اوفر فلو الدم عمال يجي للبلمونري ارتري ده بكميه كبيره الفيزلز ديت الضغط جواها زاد فريفلكس ليها انها تعمل فازو كونستريكشن عشان جواها بريشر عالي فلما الفازو كونستريكت ده هيزود البريشر جوه البالمونري ارتري وده هيبقى ريفلكتلي هيزود البريشر في الرايت فنتريكل فيكبر الرايت فنتريكل ويخلي الرايت فنتريكل ده يفيل فالشخص يديفلوب حاجه اسمها ايزن ايه ايزنمنجر سندروم برافو ايزنمنجر سندروم ودي حاجه فيري باد بروجنوزس اللي هو الرايت سايدد هارت فيلير وأسوأ حالة تشوفها في حياتك هو الرايت سايد هارت فيلير حالات ميزرابل ريفرسبل للشنط بالظبط هارت فيلير يبقى ايه الايزنمنجر سندروم قال لك ده عباره عن ماركت انكريس في البالمونري بريشر نتيجه بالمونري اوفر فلو ادى الى فازو كونستريكشن وزود البالمونري بريشر فعلى الضغط جدا في الرايت فنتركل فكبره وخلاه يفيل وطبعا الضغط في الرايت فنتركل لما يزيد عن الليفت فنتركل فيعمل ريفرزلز لاي شنط لان طبيعي ان الضغط في الليفت اعلى من الرايت لما الضغط في الرايت يعلى فكل الشنطات هتبقى ريفرزد فده يؤدي الى ان الدم الدي اوكسجينيتد اللي في الرايت سايد اختلط بالدم الاوكسجينيتد اللي في الليفت سايد فالنت ريزلت ان الولد ده بقى سايانوزد مزرق مع رايت سايدد هارت فيلير ودي حالات ميزرابل كيسز يعني جريمه انك تصيب طفل عنده كونجنتال هارت يوصل للايزنمنجر سندروم اوكي تعالوا بقى ندسكاس كده اللي احنا عملناه ده اهم حاجه في شابتر الكونجنتال بصراحه ان انت تبقى فاهم كده الهيمودينامكس وفاهم ايه اللي بيحصل والباثوجينيسيس وكده يعني بقيه الحاجات اللي جايه دي كلام بسيط خالص هنبص ثروات كده رابيدلي اول حاجه الاي اس دي يا شباب زي ما قلنا الاي اس دي هو كوميونيكيشن ما بين الليفت اند رايت اتريا ايه الفيتشرز بتاع الاي اس دي يوجوالي اسيمتوماتيك يوجوالي الطفل اللي عنده اي اس دي اسيمتوماتيك ما بيشتكيش من حاجه وانا عندي شنطه اهوت ما بين التو اتريا البريشر اعلى في الليفت ولا اعلى في الرايت اتريا برافو اعلى في الليفت اتريوم اكسلنت فالبلاد هيبقى شنطد من الليفت اتريوم يروح للرايت اتريوم والبلاد اللي راح للرايت اتريوم الزياده ده هيخش في الرايت فنتريكل وبالتالي هيروح للبالمونري سيركوليشن البالمونري فيزلز يعني كل القصه كلها ان هو بيخلي البالمونري يعني اللانجز دلوقتي رايح لها دم كتير فيخلي اللانج دي تبقى ويت لانج يعني ايه ويت لانج يعني فيها كونجيشن فيها احتقان والاحتقان ده يخلي الولد يبقى ديزنك ينهك شويه وكومون ان هو ايزلي يكاتش شيست انفكشن يجي له عدوى في صدره متكرر تمام كده دي كل الحاجات اللي بتعملها الاي اس دي امال ايه مشكله الاي اس دي على اللونج ران يا شباب مين شاطر يفكر لسه احنا قايلينها دلوقتي برافو مشكلتها ان هي في بالمونر اوفر فلو في دم كتير في البالمونري ارتريس تبتدي البالمونري ارتريس تعمل ايه
فازو كونستريكشن فيزيد البريشر في البلمونري ارتري فالطفل يديفلوب بلمونري هايبرتنشن ويبتدي الرايت سايد يدايليت ويبتدي البريشر في الرايت اتريم يعلى فالشنط بدل ما كان من ليفت اتريم للرايت اتريم يتعكس يبقى من رايت اتريم ليفت اتريم فيبقى الليفت سايد رايح له دي اكسوجينيتد بلاد فالولد يبقى سيانوز والطفل ده يديفلوب ايزنمنجر سيندروم صح كده؟ اكيد مظبوط كويس خالص تمام طيب واتفقنا ان الرايت اتريم ده لما يكبر الطفل يخش في اريزميا اسمها اف برافو عليكم اتريال فايبريليشن اكسلنت يبقى يوجوالي الاي اس دي از اسيمتوماتيك لان هي ليفت تو رايت شانت ويز انكريز بالمونري فلو طيب ايه الاكزامينيشن فاينلز يعني لما اجي اوسكلت الطفل عنده اي اس دي وده كلام المهم بقى ده اللي هنعلم عليه ده المهم بالنسبه لنا اكتب عليه حفظ صم ان هل الاي اس دي هتعمل ميرمر اي الاي اس دي مزوده الفلو اكروس البالمونري فالف فتديني صوت ميرمر اسمه ايه اهو سيستوليك ميرمر بيست هيرد عند الابر ليفت استرنال بوردر بسبب زياده البلاد فلو اكروس ذا بالمونري فالف تعالوا مرسم لكم الرسمه يعني اهو ادي البالمونري فالف تمام اهو البالمونري فالف ده كان متعود ان يجيله 5 لتر اوف بلاد بيعدي 5 لتر دم طيب البالمونري فالف ده بقى يجي له 7 لتر دم فالسبعة لتر اللي معديين دول هيخلوا لي البالمونري فالف ده ريلاتيفلي ايه يا اولاد؟ برافو ريلاتيفلي ستينوز كانه ضيق لان جاله كميه كبيره قوي من الدم فيديني ميرمر بتاع بالمونري ستينوزس بل هل هذا ترو بالمونري ستينوزس؟ لا ده مش ترو بالمونري ستينوزس ده ريلاتيف بالمونري ستينوزس لان جاله كميه دم كبيره يبقى ده اول ميرمر طب الميرمر بتاع البالمونري ستينوزس ده بيبقى سيستوليك ميرمر بسمعه على الليفت استرنال بوردر او ليفت يعني في الليفت سكند سبيس عند بار استرنال لاين في الليفت اللي هي البالمونري اريا يعني يبقى هنا ممكن اسمع هذا الجزء يا اولاد ان انا اسمع سيستوليك ميرمر في الليفت استرنال بوردر نتيجه ريلاتيف بالمونري ستينوزس طيب هل في حاجه ثانيه في الاوسكالتيشن مميزه للاي اس دي وبتيجي في الام سي كيو في الاندرا وندات على طول فيكسد وايد سبليتنج برافو حاجه اسمها كده كلمه دايما بقول للشباب يبصمجوها يقول لك كده فيكسد وايد splitting of a second heart cell برافو of S2 لازم نفهم ليه وايد وليه فيكسد ده المرض الوحيد في الطب اللي بيعمل وايد وفيكسد splitting ال S2 انتوا عارفين السبليتنج بتاع S2 ده ببساطة سببه ده S1 وS2 ده سببه ان انا عندي ان هو عباره عن تو كومبوننتس اورتيك كومبوننت اند بالمونري كومبوننت والاورته عشان البريشر جواه عالي فالاورته ده كصمام هي الهارت ساوند بيبقى بروديوس باي كلوجر اوف ذا فالف قفله الصمام فالاورتيك فالف بيقفل ببريشر قوته 80 اللي هو الدايستوليك بريشر فبيقفل ببريشر قوته 80 مليمتر ميركوري اما البالمونري فالف ده بيقفل ببريشر قوته 5 مليمتر ميركوري فالباب اللي برزعه بقوه 80 يقفل بسرعه عن الباب اللي بقفله بقوه 5 يقفل بعديه فعشان كده الاس 2 عباره عن A2 كومبوننت و B2 كومبوننت الA2 بيجي الاول ثم الB2 طيب ايه رايكم في الاي اس دي انا زودت ايه يا اولاد زودت البالمونري فلو فاصلا البالمونري فالف بيتنيه فاتح فترة طويلة قوي فلما يجي يقفل بيتأخر في القفل فعشان كده البالمونري كومبوننت هيبقى ديسبليز هيتأخر عن الطبيعي فيجي هنا ده خلى السبليتنج جراله ايه بقى وايد صح وسع طب جميل امال ايه قصة بقى الفيكسد يعني ايه فيكسد
حد عارفها الحته بتاع فيكسد دي ولا برافو. فيكسد يعني لا يتغير بالريسبيريشن، ما بيتغيرش بالنفس. هو الطبيعي ان السبليتنج بيتغير بالنفس. اه انا لما اخد ديب انسبيريشن نفس عميق، ده بيخليني اثناء الانسبيريشن في نيجاتيف انتراثوراسيك بريشر، فبيعمل سكشن للفينوس ريتيرن، فيزود الفينوس ريتيرن اللي رايح للرايت سايد، وبالتالي يزود الفلو اللي داخل في البلمونري، فنفس القصة يأخر يعني يطول فتحة البلمونري فيأخره شوي. فنورمالي مع الانسبيريشن السبليتنج بيوسع شوي، ده نورمالي. طب ليه في الاي اس دي السبليتنج ما بيتأثرش بالانسبيريشن؟ لان فتحت الشرعين على بعض يا اولاد. فالانسبيريشن هيزود الفينوس ريتيرن اللي على الرايت اتريوم، الزياده دي هتروح للليفت سايد، تبقى ايكوالايزد بالليفت سايد لان فتحت الشرعين على بعض. عشان كده ما يحصلش، يبقى فيكسد ما يحصلش تشينج او تاثر بالانسبيريشن، عشان كده فيكسد. يبقى ليه لما يسالك في الشفا وليه يا ابني فيكسد، تقول له لان الانكريز في الفينوس ريتيرن ديورنج انسبيريشن از ايكوالايزد بيكوز اوف شانتنج بلاد من الرايت اتريوم للليفت اتريوم ثرو الاي اس دي. اتمنى تكونوا فهمتوا. حد مش فاهم النقطه دي؟ طيب كويس، يبقى فاهمينها كلنا. اكسلنت، تمام. يبقى الميرمر عندي سيستوليك ميرمر على الليفت سترنال بوردر بسبب ريلاتيف، اكتب جنب دي ريلاتيف بالمونري ستينوزيس مع وايت فيكسد سبليتنج الاس 2. قلنا بعض ليت فيتشرز زي اريزميا اشهرها الاترال فايبريليشن. بعد كده عندي ديفلوب بقى رايت سايدد هارت فيلير. في حاجه مهمه قوي تحصل في الناس دي يا شباب، مهمه جدا، اسمها بارادوكسيكال امبولايزيشن. دي مهمه جدا، ده من انديكيشنز الانترفينشن. ايه بارادوكسيكال امبولايزيشن؟ شخص ده مثلا يجي له دي في تي، فالثرومبس الجلطه ديت تتحرك وتروح من خلال الانفير فينا كيفا تخش الرايت اتريوم ثم الرايت فينتريكل، سوري من الرايت اتريوم تخش على من ثرول اي اس دي لليفت اتريوم ثم الليفت فينتريكل، وتطلع في الاورطه وتشور وتعمل له امبوليزم، سواء كان تجيب له ستروك في مخه او تجيب له ليمبسكيميا في اي جزء من جسمه. ده اسمه بارادوكسيكال امبولايزيشن، الامبولس عدت من الرايت سايد الى الليفت سايد، وده كومن كومبليكيشن للاي اس دي، ودي احد انديكيشنز الانترفينشن. يعني من الانديكيشنز اللي تخليني اقفل اي اس دي هو ان يعني يحصل له بارادوكسيكال امبوليزم. برضو شفنا كام حاله كده بارادوكسيكال امبوليزم، مش كومن قوي لكنها موجوده يعني. تمام، حد له اي اسئله؟ كويس خالص. طيب بعد كده ايه هي الانفستيجيشنز؟ الانفستيجيشنز سهله جدا وثابته في اي كونجنتال انومالي. اهم انفستيجيشن في اي كونجنتال هارت هو الايكوكارديوجرافي، هو ده اللي بيشخص يا ولاد. فانت عندك كده الايكوكارديوجرافي هو ده الفيرست لاين انفستيجيشن. السكند لاين هو الاي سي جي، رسم القلب. طب انا في رسم القلب بتاع عيان اي اس دي هلاقي فيه ايه؟ احنا اتفقنا ان الاي اس دي ده الانومالي او المشكله اللي حصل رئيسيه ان الرايت سايد كبر وبقى فيه بالمونري هايبرتنشن. فالبالمونري هايبرتنشن في رسم القلب هيديني حاجه اسمها بي بالمونال، بي بالمونال، وطبعا الرايت سايد لما بيكبر بيديني حاجه اسمها رايب باندل برانش بلوك. يبقى دول الكومون فيتشرز بتاع رسم القلب العيان عنده اي اس دي، رايب باندل برانش بلوك مع بي بالمونال. كويس جدا. وطبعا لو ديفلوب اريزميا هلاقي الاي اف موجود. اوكي طيب، اخر حاجه هنقولها بقى يا شباب هو المانجمنت، يعني اعالج الاي اس دي ديت ازاي. قال لك والله معظم الحالات ممكن جاست مجرد ان احنا نعمل اوبزرفيشن ومفيش اي سيرجيكال انترفينشن محتاجينه. لو هي سمول اي اس دي سبونتينيوس لحقلوز على سن سنتين ومش محتاجين اي انترفينشن، لكن ممكن احتاج اعمل انترفينشن لو هي لارج اي اس دي، لو هي البريمم اي اس دي. طب ليه البريمم اي اس دي احتاج اعمل لها انترفينشن يا اولاد؟ حد شاطر عارف؟ ممكن تعمل مايكل جيم؟ لا، هي عشان خاطر هي عمرها ما هتقفل لوحدها،
يعني ده لو انا استنيت عنها العمر كله عمرها ما بتقفل لوحدها، فلو بريمم اي اس دي اقفلها من الاول لان هي كده كده مش هيحصل لها سبونتينيوس كلوجر. تمام. طبعا اللارج الكبيره قوي برده مش هيحصل لها سبونتينيوس كلوجر، او انها بدات بقى العين يديفلوب بالمونر هايبرتنشن، بدا يديفلوب اترال فايبريليشن، بدا يديفلوب رايت سايدد هارت فيلر اللي هي الكومبليكيشنز. يعني خلي بالكم ان سؤال مهم قوي من اسئله الكونجنتال هي انديكيشنز الانترفينشن، امتى اعمل انترفينشن، فده سؤال مهم جدا. يبقى ايه انديكيشنز الانترفينشن في حاله اي اس دي؟ لو هي لارج لانها مش هتقفل لوحدها، لو هي بريمم اي اس دي لانها ما بتقفلش لوحدها، او الثالثه اللي هي الهارت فيلر دي اكتب جنبها الكومبليكيشنز. جالك بي اي اف، جالك ب رايت سايدد هارت فيلير ببالمونر هايبرتنشن وايزن مينجر، يعني مش ايزن مينجر بقى بادئ يخش في ايزن مينجر في بالمونر هايبرتنشن، او جالك بايه كمان بالبارادوكسيكال امبولايزيشن. يبقى خلي النقطه الثالثه دي بدل هارت فيلير اكتب جنبها حاجه اعم اللي هو الكومبليكيشنز. اي اف رايت سايدد هارت فيلير بالمونر هايبرتنشن بارادوكسيكال امبولايزيشن. تمام. يبقى دي indications الانترفينشن. طيب ازاي انا هقفل الاي اس دي؟ عندي طريق من اتنين، يا اما اقفلها سيرجيكال جراحه، فكره العجلاتي بالظبط اللي هي الباتش يا اولاد، ان انا عندي ادي اهو حته فيها خرم، اجيب باتش كده دايما بياخدوا حته من البريكارديوم وهم جايين مخيطينها هنا، ده فكره الجراحه، لكنها اوبن هارت بتشق صدر العيان، ففي حاجات احسن او طريقه احسن من الاوبن هارت او من السيرجيكال، هو الترانس كاسيتر كلوجر، ان انا اقفلها بالقسطره، ودي اخر حاجه هنشوفها مع بعض اللي هو فيديو للترانس كاسيتر كلوجر ازاي اقفل الاي اس دي بالقسطره. شوفوا كده الفيديو. الفيديو ظاهر قدامكم؟ ظاهر يا شباب؟ ظاهر؟ اوكي كويس خالص. هاي شوفوا تمام. حد فهمتوا حاجه من الفيديو ده؟ تعالوا كده اقوله لكم كده ستيب وايز ابروتش، هو عمل ايه. واول حاجه هنا يا اولاد دخل من الفيمورال فين، الفيمورال فين هيخش منه للكومون الياك فين ثم الانفيرو فينا كيفا ثم يخش في الرايت اتريوم ويعدي من الرايت اتريوم من خلال الثقب لليفت اتريوم، وهتلاقي في الديفايس اللي شبه الشمسيه اسمه امبلاتزر ديفايس. الامبلاتزر ده مشكلته ان هو غالي قوي، الجهاز ده مثلا بحوالي 60,000 جنيه اللي هي الشمسيه او الامبريلا اللي بتفتح دي، وقام جاي فاتحها في الديفكت اطمن ان هي ان بليس وقام جاي ساحب كل حاجه. فتعالوا كده نمشي مع الرحله دي، اهو دخل من الفيمورال فين اهو يخش بقى في الاكسترنال الياك فين ثم الكومون الياك ثم طلع في الانفيرو فينا كيفا، هيخش من الانفيرو فينا كيفا على الرايت اتريوم اهو، ادي اهو ده في الانفيرو فينا كيفا ودخل الرايت اتريوم، هيعدي من خلال الثقب وهيفتح بقى الشمسيه الامبريلا بتاعته دي، ده الديفايس اللي اسمه ام بلاتزر، ده ديفايس غالي جدا اهوت، بس وقام جاي ساحب. تمام كده الثقب اتقفل بشكه ابره من غير ما يخش ولا يفتح صدر العيان ولا اي حاجه. فانتوا ايه رايكم بقى، ايهما افضل، الديفايس كلوجر ولا الاوبن هارت؟ ديفايس. الديفايس افضل كتير، يعني شايفه فيري سمبل، هو مشكلته انه غالي بس، يعني العمليه دي مثلا ممكن تكلف 100,000 جنيه، الجهاز ب 60 والدكتور ياخد له 40.
انتوا اي حد عنده حاله اي اس دي ابعتها لي اعمل له الديفايس على طول. تمام. طيب يبقى ده بالنسبه لي الاي اس دي. طيب لو جينا نسمرايز كده، يعني ايه اللي انا عاوزك تعرفه في حاجه اسمها اي اس دي، او ايه اللي عاوزك تعرفه النهارده عموما؟ احنا خلاص هنعمل سمري وانكلوز، المره الجايه هنخلص الكونجنتال باذن الله. طيب يبقى احنا كده عرفنا يعني ايه كونجنتال هارت ديزيز، فهمنا الباثوجينيسيس وده كان مهم قوي، الكلاسيفيكيشن ده هتكتب عليه حفظ، دي اول حاجه هتحفظها، تقسيمه الساينوتيك والاي ساينوتيك. الايتيولوجي مهم للام سي كيو بس، ان انا اتدون في كذا الروبيلا انفكشن فيها كذا، انفانت اوف دايابيتيك ماذر كومون فيها كذا، فالحته دي للام سي كيو. طيب الكلينيكال فيتشرز اللي هي التشامب دي مش مهمه، يعني مش هيجي سؤال، بس لو جالك كيس حاله هتعرف من الحاله ديت ايه ان الطفل ده مفاليير ولا لا. طيب لو جينا نخش في الاي اس دي، ايه المهم في الاي اس دي؟ الحته بتاع الميرمر دي هتكتب عليها حفظ صم، الحته بتاع الكومبليكيشنز اللي هي الليت فيتشرز دي، اريزميا، هارت فيلير، بارادوكسيكال امبوليزم، يبقى الحتتين دول مهمين، حفظ صم، الميرمر والليت كومبليكيشنز. الانفستيجيشنز خلاص هو فيرست لاين ايكو، سكند لاين اي سي جي، ورسم القلب هيبقى رايب باندل، دي حته برضو مهمه. التريتمنت العلاج يا كونزرفاتيف يا انترفينشن، اهم حاجه هي ايه انديكيشنز الانترفينشن، امتى هعمل له انترفينشن؟ لو لارج او بريمم او كومبليكيشنز. طب ايه ميثودز اوف انترفينشن؟ يا سيرجيكال باتش كلوجر، يا ترانس كاستر كلوجر بالامبلاتزر ديفايس بالجهاز. بس كده، ده يعني الجزء بتاع النهارده. المره القادمه باذن الله هنعرف بقى بقيه الانوماليز، القصه كلها تبقى ماشيه سموث وسهله خالص باذن الله، هنخلصه كله المره القادمه. في اي حد له سؤال في السيشن ديت يا جماعه؟ احنا معانا بالظبط يعني حوالي 6 مينتس للدسكشن، في اي حد له اي اسئله؟ يا دكتور، هو في الفي اس دي الممبرنس تايب والماسكولار، مين الموست كومون؟ الموست كومون الموست كومون الماسكولار، ثم الممبرنس، ثم الكريستال. تمام، ده بترتيب المور كومون يعني. لكن لو جينا مثلا في انفانت اوف دايابيتك ماذر، المور كومون هو الممبرنس. تمام، حد له اسئله ثانيه يا شباب؟ الميرمر يا دكتور، حضرتك قلت وايد فيكسد؟ يس، الميرمر بيبقى فيه سيستوليك ميرمر على الليفت سترنال بوردر بتاع ريلاتيف بالمونري ستينوزس، وبيبقى فيه وايد فيكسد سبليتنج الاس 2. طيب هو ليه وايد بقى؟ هو مش المفروض ان انا عندي بريشر في البالمونري عادي؟ احنا قلنا قبل كده دي دايما الناس بتلاقوا، انا ما بتكلمش دلوقتي ان هو وصل لايزنمنجر سيندروم، انا بتكلم في الاي اس دي العاديه. ففي الاي اس دي عاديه في بالمونر اوفر فلو، الدم كتير قوي في البالمونر فبيخليه فاتح ديوريشن طويله، فلما يجي كلوز بيبقى الدنيا بعدت عن الاي 2 تمام. لكن لما يديفلوب بقى ايزنمنجر القصه بتختلف خالص. تمام، يعني كده في اي اسئله تانية يا شباب؟ طيب احنا تسلمي يا ربنا يكرم. خلاص احنا عاوزين يعني لو حد حابب فيكم يشارك يقول لي ايه اكتر يعني فكره عجبته او اكتر معلومه انبسط بيها من السيشن النهارده، لو حد يعني ويلنج ان هو يبارتيسيبيت او يكتب حتى على الشات. احنا معانا بالظبط 3 مينتس، في اي يعني السيشن اضافت معلومه جديده ولا انتوا شاطرين؟ الرسم تمام يا أميرة، والفيديو أوكي. أوكي طيب، لو في أي يعني في أي استفسار أو أي معلومة مش واضحة ممكن حتى تبعتوها لي على أي وسيلة تواصل، وإن شاء الله المرة القادمة بقى هنخلص الكونجينيتال ونبدأ في حاجة جديدة بإذن الله. شكرا لوقتكم ونشوفكم على خير بإذن الله. السلام عليكم.